بس تسمحي لي اعطيهم تيبس للي أكيد. عم يحضرونا. اكيد. يا الله ليه عم بده هيك تضربي علي؟ طيب يلا اوكي يلا تقبلي. اوكي. اللقطينه في عالم بيسلقوها وفي عالم بحبوا يحطوها بصينيه بالفرن ويشوها، بعدين بالملعقه زي سكوبت بشيلوا اللب كله منها. فهيدا اختيارين يعني، يا اما سلق يا اما سلق على البخار، يعني اللي بحطوا المصفايه بطنجره مي عم تغلي وبتحطوهم، يا اما بالفرن مثل ما قلت لكم. في عده خيارات وكل حدا حسب هو شو بحب فيه يعتمد الطريقه. انا اليوم بدي اسلقها بس للوقت، لانه بالفرن بتاخذ وقت اكثر. صح. هلا بتحطي عليها مي؟ بحط مي، بحطها على الغاز تنسى. اوكي انا حشيل هول لنحن نبلش نشتغل بال ثانك يو. انا راح احط المي بدها تغلي، حشيلها من هون. نبيلة قديه صعبة ترضي العالم او تقنع العالم برأيك بالتياب انت وعم تنقيلهم اياهم؟ هلا انا لهلا بعد ما واجهتني هيدي القصة، لانه اول ما بتعرف على حدا سيلبرتي بقعد معهم قبل ما بلش شغل مرة واثنين، بكون اوريدي عاملي سيرش اذا من المشاهير، بفوت بشوف كل الهيستوري تبعهم، لبسهم، جسمهم، لانه كثير بهمني الجسم، اللبس، الشخصية. سو بقعد معهم مرة واثنين وثلاثة بشوف الشخصية كيف، يعني كأنه لهيك ناخذ على بعض. وبتقدري تقنعيهم؟ بقدر لانه انا بعمل اللوك اللي انا بدي اياه. أوكي. واللي بيناسب طبعا الايفنت اللي هن رايحين عليه، وبعمل لوك هن شو بحبوا. اوكي. سو اول شيء بلبسهم اللي هن بحبوه، برجع بلبس اللي انا شايفته مناسب. فبيلاقوا الفرق بيختاروا اللي انا وبس. كمان يعني بناخذ وبنعطي مع بعض، مش انه والله انا ايمج كونسلتنت يعني لا لازم هيك. بحب شوف شو بحبوا الوان، واذا ما لبقت لهم كمان برجع بقنعهم انه مثلا لبشرتك هيدا اللون احلى بيناسب اكثر. 100%. انا بتعرفي انا من الاشخاص اللي اذا تعودت على شيء بخاف غير. ايه. مع انه بلبسي يعني جريئه انه بحب اخلط الوان مع ايه. بعض اعمل ميكس بين الكلاسيك مع المود يعني سبورشيك، تعمل ميكس على الماتش. ايه. بس كثير صعبه انه حدا يقنعني بشيء انه لبسه اذا انا ماني مقتنعه. انا حقنعك عن جد. بدنا نجرب. ايه خلص. هلا بدنا نحضر، نحن عم نسلق اللقطين. اوكي فهلا بدنا نحضر الحشوه. الحشوه عباره عن بصل، انا بحب كثير البصل، بدي طيب. لك كثير بصل، وعندنا كمان سبانخ اوكي وجوز رمان، وهي لل مثل تحويشة الكبه. تحويشة الكبه ايه. اكيد مع البرغل هيدي للكبه يعني لللقطين هون بنحطهم لللقطين، وهي للحشوه أوكي. وهي البهارات اللي هي ملح، سماء، كمون، وهي كمان تحويشة الكبه اوكي. ما نحطهم بس نعملها. بدك تحطيهم بالخلاط اللي على الكهرباء ولا بدك تفرمي؟ لا البصله بدي اعملها جوانح. ايه للحشوه. ايه هلا هن بيعملوها ناعم، انا بحبها جوانح، بحس شكلها احلى. وهلا بدك انت تعمل البصل وانا اعمل هيدا تحويشه الكبه. يلا اللي بدك. يلا بس هنفرم اول بصله. سبحان الله الاشخاص اللي بحبوا الطبخ لو شو ما كانت مهنتهم او شو ما كان عمرهم او اي شيء، بتلاقيهم اللي بحبوها ببلشوا فيه يعني بيعملوها. ايه بيطبخوا. عرفت؟ لا انا بطبخ يعني اكيد ما حكون طبخي طيب الطبخي، لا انه بس انه معلي في يكون اطيب عادي ان شاء الله هلا تطلع اطيب. انا حبلش هلا احضر التحويشه. اوكي يلا انا هون عم خلص لك البصل. اوكي يلا النعنع لانه زرع هون بلدي فححطه بعروقه. ايه اذا عروقه طرايا طيبين طرايا فيهم. ايه. نكهه بيكون فبيعطوا نكهه كثير طيبه. صح. بس بدي هنعملها قراص ولا بالصينيه؟ لا بالصينيه. بالصينيه. ايه بتعرفي انا بحبها بالصينيه اكثر، القراص كثير بيشربوا زيت لما يقلوهم. ايه ما بالفرن ما بينعملوا الا بدهم قلي، وما بحسها انه لرمضان اكله لعيله يعني القراص. ايه منا طبخه. ايه منا طبخه مع انه هي نفس الخلطه ونفس الشيء، بس وحده ممدوده بالصينيه وحده قراص، بس هيديك بتحسيها طبخه. هيديك فيها بركه اكثر. ايه بتحسيها. صح. انا كثير بحبها بالصينيه، بعملها قلت لك بشتري وحده
شي 15 كيلو بتكون. ايه. وبعد بعملها بكذا صينية وبحطهم بالفريزر. فيك تحطيها بالفريزر؟ أنا بعملها يا أما بتكون مثل ما هي نية بحطها بالفريزر أو بخبزها نص خبزة وبحطها بالفريزر. بتجنن بتطلع. هلا أكيد حنطوش المشاهدين لأنه بدي بلش. معلي اللي بده يتعلم بده يتعذب. اسمع الصوت. أوكي يلا. بدك بعد بصل؟ أنا ما عارفة قد أنت كمية. لا هيدي الكمية مزبوطة. بكفوا؟ إيه بكفوا. قد ايه وجعوكي عيونك؟ يعني حنبلش كيتي؟ حنبلش هلا هون هيدي التحويجه خلصت رح احطها بطبق لنرجع نحط فوق اللقطين. نشف ايدي هيك بيتعقموا كمان انا وعم بشتغل. ياي ريحه النعنع شفتي هيدي ما شاء الله هذا النعنع بلدي مزروع هون بجنينه. مش معقول كيف طلعت. هلا حطيت نعنع وبصل وبرغل وحطيت تحويجه الكبه وكمون اوكي وملح اوكي اوكي هيدي ححطها هلا وبس يستوي اللقطين بدي اعمله يعني نعمه وحطه فوقه اوكي اوكي شو رايك بالريحه؟ لا عبق المطبخ بريحتها هاي بنحطها يو ما شاء الله. هلا بهيدا الوقت بدي بلش حضر الحشوه، شو رايك بالطعمه؟ تمام؟ شو طيبه؟ صحتين خي؟ هيدي شهاده تمام. هلا طلع لي حر. اوه بعطيكي مي؟ ايه بدي اشرب منها. يلا خليني اعطيكي كبايه. ايه بليز. على فكره كثير عالم بيكتبوا لي انه نحن ما بنحب نشرب مي لانه انا دائما بحط على الستوري عندي انه انا بشرب شي لترين ثلاثه مي بالنهار كثير. والله فالعالم دائما بقول لهم العالم اللي ما بحبوا يشربوا مي عملوا ديتوكس ووتر هيدي المي المنكهه وبتنظف السيستم بتنظف ايه انا هيدي كل يوم انا هيدي بعيش عليها كل يوم كل يوم كل يوم حمي الزيت لازم ننزل البصله سوري 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 بدي انا كانت يلا خفف الغاز انت عم تلهيني بس عم تحكيني عم لهيك ما معودي حدا يحكي معي ما معودي تطبخي بس كيف لحقتها على اخر لحظه؟ ايه شفتي كل واحد عن جد بمهنته هلا البصله بدنا نقليها لتدبل على الاخر اوكي اوكي ما بتحطي لها زبيب انت حتحطي رمان ححط رمان انا بحط لها زبيب والله طب ها شفتي هي علوميه بس بدي خفف الغاز لانه حاسسته كثير قوي بس ما كثير لحتى ما تطلع مي حبيت انا عم بتعلم منك هلا كثير اشياء هلا كله هيدا انت حترجعي تدفعيه بدك بدك تعلميني اشياء على نفسي مش انه ببلاش عم بعطيك اياها خلص اوكي انا مستعده ديل هيدي خلص بتعلميني الطبخات هيك هيدي التبس اللي انت لإلك اكيد اللي نحن ما بنعرفها اكيد ما في حدا فينا بيعرفها اكيد هلا انا بدي احط شوي ملح أوكي. شو بينفع ولا لا؟ بلا اكيد لتدبر البصله لتنزل المي ايوه شاطرة نبيلة مش خليها على نار عالية شاطرة نبيلة اوكي برافو ام براود اوف يو حطينا ملح وهلا بس تدبل شوي بدي احط السماق اوكي هاي السماق عندك السماق مطحون خشن ايه